في الآونة الأخيرة غيرت الايرور اللي استخدمه. العادة استخدم الايرور العادي ألف يمين يسار كيفي، لكن قالوا إذا تبغى تعدل لعبك شيله تماما، تحط يا ايرور رايت يا ايرور ليفت. اخترت ايرور ليفت ما عجبني، فاخترت بعدها ايرور رايت، وجبت لقطات كثيرة أكثرها سيف، كانت خرافية صراحة، وسرع لعبي هذا الشيء. لكن إلى الحين ما وصلت اللعب اللي أبغاه بالإيرور، دائما أجيب العيد خصوصا بالطيران. وهذه اللقطة قدامكم، أول جمب ريست هدف، يعتبر جمب ريست مقبولة صراحة، أتوقع قد جبت من قبل جمب ريست بس أبو كل مرة. عموما هذا المقطع راح يكون آخر مقطع قبل نهاية السيزن، اللي ما اشترك اشترك، فعل زر التنبيهات، وفي عرض من كايزن لا يفوتكم، بقول لكم إياه بعد شوي. السلام عليكم، اليوم جاي لكم مقطع جديد روكت ليج نهاية سيزن العاشر ولا 11، والله أتوقع أنه 11. قبل ما أبدأ المقطع لازم أقول لكم شيء مهم جدا جدا جدا، إذا ما شفتوا مقاطع في قناتي كثيرة، نت سيء لأبعد حدود، يزين ساعة في اليوم ويخرب 23 ساعة في اليوم، ما أقدر أفتح شيء، ما أقدر أسوي شيء، ما أقدر أرفع، ما أقدر ألعب، ما أقدر، والله العظيم عذبني النت بشكل مو بصاحي. ثاني شيء، شيء مهم جدا، اللي يبغى يشتري كريدت ترى كايزن بيسوي خصم خرافي مجنون، أتحداك إذا شفته في موقع ثاني أتحداك، كود في إس إل يخصم لكم فوق ما أنهم خاصمين. ان شاء الله انه عاد يضبط الكود، لان ما ادري هل بيحطون الكود مع الخصم ذا ما ادري، لكن اللي يبغى يستخدم كودي في الايتم شوب في اس ال كايزن راح يخصم لكم 3% اتوقع، ولحقوا على الكريدت اول ما يبدا السيزن، ادخلوا كايزن وشوفوا الاسعار بنفسكم. يعني هذا المقطع راح ينزل قبل السيزن باذن الله. خلونا ندخل الحين ونلعب 2v2. راح نروح للشام 2 ولا لا؟ امشي يا شيخ. ورقين ابي، خلينا نفوز ان شاء الله، يعني ان شاء الله تكفى يا خوي. ريوس لي متى؟ والله يا هي شوته، عشان كذا احب الايرور رايت. انسحبوا باقي 5 ثواني. طيب جيجي، والله الايرور رايت فرق معي يا شباب بشكل مو طبيعي، لكن طيراني كويس اوكي، بس الطقات اللي مع الجنب ما ادري شلون اشرح لكم. الطقة اللي تكون مع اليسار تكون كويسة، بس طقات اللي مع اليمين اجي فيها العيد. ايوه اشت، بس ايزي والله ايزي، الا خم ضعيف. معليش هذا مقطع كله اكل، ما قد اكل تفهم. اوه كلوز، امشي يا رب يا كريم. ودي اروح للشام 2، احس السيزون هذا الظاهر اني قاعد في الشام 1 طول الوقت. لا خوينا مو موجود اوكي، حاول استقعد له شوي. تكفى يا عمري يا لا، توني بقول يا لعيب، والله حظه مخيس، والله ما ادري ايش قاعد يصير صراحه، بس اهم شيء انه ما جاء هدف علينا. انا ابغى استقعد عشان ما معهم بوست، بس والله يا قريت باس يا اخي يفهم. اوكي هدف حلو حلو، روعي الجبرسوت، والله العظيم اسست، يقولني دبوست. ماله ماله ماله، جي جي والبي كفر. تيتن مايك يسوي يا شباب ولا تعرفون الطفره بالعقل، يعني المفروض اني صادمه بس ما ادري ايش صار. لا تكفى لا 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 يا عمري، لا مو بعمري يعني كفو. اوكي والله بغيت افيك له بس يعني هجت شوي. اوكي اوكي امشي، اقسم بالله ابغى بوست، ايش ذا دقيقه ونص بدون بوست. ماله ماله يا عمري، لا فيني انا والله اني اسوء معليش يعني. اوكي مو موجود، مو موجوده والله، نتيجه ما تطمن، واحد بس. وش ذا؟ اي ايش فيه؟ اسست؟ لا 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 الى متى الفيكات ذي؟ كذا تعرف انك لازم تشوف البوست قبل ما تنط. تبليك والله يا اسست، تعويض والله تعويض، حرام حرام لا تقول لي مو بهدف. الغبنا اخي الغبنا، الله نو 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 وات سيف نو. ورقينا بفاز يعني شباب. اوكي
ايوه والله هدفك. وش تلاك دروب ما ادري خوينا ايش قاعد تسوي صراحه. تعرف الخمني كذا وقفت ما ادري اطير ما اطير. امشي كريت بس انا ابغى اخرب بس لعله هجت. تكفى تكفى والله ايوه والله كلهم جابوا العيد كلهم جابوا العيد يا ساتر. مديك 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 طاي هجت قهر. امشي طعم الاسست والله اسست جامد. والله كل كليتي تكفى يا رب اضيعها. الله قريت باس والله قريت باس. تيكي تاكا تيكي تاكا على المرمى بعد. يا عمري يا عمري يا عمري اهم شيء خوينا فهمني اهم شيء. تكفى تكفى هدفك على طول على طول اي على طول. لعبها صح والله لعبها صح. تكفى تكفى هدفك حرام تكفى حرام. هل نسويها في 5 ثواني؟ تسع ثواني تسع ثواني سويناها الحمد لله. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. ضد جراند شامبيون اوكي الله يستر الله يستر. خوينا موجود المهم ما عليه ما عليه. اوه خوي والله خشت ما له داعي ابدا. الله يستر الله يستر والله اني خايف من ذا الجيم صدق. ابغى اروح للشامب 2. هدف 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 لا اله الا الله. والله اني خليت خوي عشان بس يضمن. يا عمري القرايه تكفى 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 ايوه يا ساتر والله حاشرينهم حشره يا صدق. ايوه والله تفهم الحمد لله انه جاب العيد يا رجال. وش الجيم اقسم بالله لاك ما ادري دروب. يا عمري نايس شوت تدروب لي صار حتى مسوي فليب ترى بس جت نطه واحده. شوف كيف تجيك لي ها كيف كذا كيف كذا. تكفون شام 2 ليه حرام عليكم يا اخي. لا سويت بارتي اب دخلنا يا رب. الله يهديك يا خوي الله يهديك. ايش قاعد يصير هنا يا الشوتة يا ساتر. الله وش ذا فرق مدليس عن يورب 3000 درجة. ودف الله عليك والله جيم ايزي يا شباب والله جيم ايزي مرة. يتو قبل شوي داخلين ضد جراند هم لو جابوا هدف مو بطالعين مستحيل يطلعون لو جابوا هدف. شوف شوف اللاك والله يذاق شنيف ذا السيرور ممكن يفايزين 4. اوكي كريت بس سفري سفري معليش يعني لازم. اوبا والله شالها بس معليش يعني الخمتك. انا اسف انا اسف والله اني اسف كذا المقطع ولا لا بصراحة علمونا يعني خمسة خلاص جي جي طيك بالعافية ان شاء الله. شامتو شامتو قبل ما تسيز الحمد لله. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. طيك بالعافية المشاهدة ان شاء الله استمتعتوا. اللي ما اشترك يشترك فعل زر التنبيهات. شوفكم في السيزن الجاي ان شاء الله. حتى تنسون كايزن ترى بيسوي تخفيض على الكريدت. يبغى يشتري كريدت اول ما ينزل السيزن اشتر من هناك من كايزن وحط كود فيصل. يعطيكم العافية اشوفكم على خير سلام.